أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة زيارة وفد من شركة OMV النمساوية إلى شبوة وحول إمكانية إعادة إنتاج النفط والتنقيب عليه في المحافظة. وصل إلى محافظة شبوة فريق هندسي من شركة النمساوية لاستئناف عملية إنتاج النفط المتوقفة بسبب الحرب منذ أكثر من 3 أعوام. مصادر محلية أكدت أن طاقم شركة OMV النمساوية وصل إلى مطار العقلة بشبوة في إطار زيارة تحضيرية لاستئناف إنتاج النفط في حقل العقلة شرق المحافظة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل بالإمكان إعادة تصدير النفط من شبوة، وما هي الإجراءات المنوطة بالحكومة في هذا الصدد لتسهيل عمل الشركات الأجنبية، وكيف يمكن إعادة تصدير النفط عبر ميناء رأس عيسى في ظل الانقسام الأمني وسيطرة الميليشيا على خطوط التصدير في ذمار والحديدة. تابعوا إياكم مشاهدين هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. مرة أخرى تعود الحياة إلى قطاع الإنتاج النفطي في اليمن بعد توقف دام 4 أعوام. مرحلة دشنتها عودة طاقم الإدارة الأجنبي لشركة OMV النمساوية إلى البلاد أوائل هذا الأسبوع. ضم طاقم الإدارة الأجنبية التابع للشركة النمساوية مدير العمليات في الشركة روبرت جلوك، ومدير الصيانة رانجليك، ومدير الأمن والسلامة ديفيد هول. الفريق اطلع على قطاع S2 في حقل العقل النفطي الذي تستثمر فيه الشركة بهدف استئناف عملية إعادة الإنتاج في القطاع دون تحديد توقيت بعينه لاستئناف النشاط الذي يبدو أنه سيكون قريبا. وزير النفط والمعادن المهندس أوسو العود اعتبر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ في نسختها الحكومية أن وصول الطاقم الفني للشركة إلى شبوة تتويج للجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة الشرعية بدعم من التحالف العربي لتهيئة العوامل اللازمة لاستئناف نشاط القطاعات الاقتصادية خاصة النفطية والغازية. الوزير العود أكد أيضا أن هذه العودة مقدمة لعودة جميع الشركات النفطية والاستثمارية إلى المناطق المحررة لاستئناف نشاطها. وتفرض قوات النخبة الشبوانية الممولة من أبوظبي سيطرة أمنية على محافظة شبوة على حساب النفوذ السابق لقوات الجيش التي كانت تتولى حماية المنشآت النفطية في هذه المحافظة. مراقبون ربطوا بين عودة شركة OMV وبين العلاقة الاستثمارية التي تربطها مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية أبوظبي المعروفة اختصارا بإيبك التي تستحوذ على نحو 25% من ملكية الشركة النفطية النمساوية. لذا يعتقد هؤلاء المراقبون أن عودة الشركات النفطية للعمل في اليمن لا يكرس سوى خيبة الأمل بسبب تزامن عودة هذه الشركات مع انسحاب الحكومة مكرهة من العاصمة السياسية المؤقتة عدن وتراجع دورها ونفوذها في معظم المناطق المحررة، ما يجعل من هذه العودة جزءا من حسابات لا علاقة لها بتكريس نفوذ السلطة الشرعية أو تحسين أوضاع اليمنيين. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من صنعاء الخبير النفطي الدكتور محمد الزوبة. أهلا بك دكتور. مرحبا وسهلا. حياكم الله دكتور. إذا دعنا نبدأ بداية، هل شركة OMV النمساوية كانت تعمل في اليمن ومن ثم انقطعت أعمالها بسبب الحرب، أم أنها جاءت الآن لتبحث موضوع استخراج النفط في شبوة؟ شركة OMV وضعت تقريبا إعادة الإنتاج في منتصف 2006-2007، وكانت ضمن شركة أوكسيتيل اللي اشتغلت في قطاع العضلة، وهي الذي استكشفت قطاع العضلة قبل الثلاث سنوات. طبعا شركة OMV كان لها أديان يعني واضحة في قضايا الفساد وكان ذلك. ليش تقول الآن اليوم مع الأهل يعني ما نسوي الكلام، ولكن عموما الشركة أتت كي تكمل مشروعها الذي بدأت يعني في الفترة اللي بدأت الاستثمار في القطاع. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور محمد، سنحاول، الصوت غير واضح بشكل جيد، سنحاول إعادة التواصل معكم. أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا من ماليزيا الناشط في مجال النفط عبد الواحد العوبلي. أهلا بك أستاذ عبد الواحد. مرحبا بك أخي وجهي. حياكم الله. إذن أستاذ عبد الواحد، الآن هذه الشركة تعاود العمل من جديد في أو كما يبدو أن هناك وفد إداري، روبرت جلوك مدير العمليات، كذلك مدير الصيانة ومدير الأمن والسلامة. ما هي دلائل وصول هذا الوفد إلى شبوة برأيك؟ في الواقع أخي وجيه حسب المعلومات اللي عندي أن
التجهيزات مستمرة من أكثر من شهرين في شركة OMV لإعادة التفطير من بلوك S2 في حقل العقلة النفطي شرق محافظة شبوة اليمنية. وطبعا هذه الجهود مش بس من شركة OMV، هي أغلبية الشركات اللي شغالة في القطاعات اللي كانت تصدر من أنبوب صافر النفطي زي شركة أوكسي وشركة جنة هند بالإضافة لأومفي. كل هذه الشركات بتعمل حثيثة علشان تعيد إنتاج وتصدير البترول عبر أنبوب المسيلة لشركة بترو مسيلة ومن ثم إلى ميناء الطب النفطي. فالجهود مستمرة من أغلب الشركات حتى بما فيها شركة يمن LNG لتصدير الغاز المسال. اللهم بس أغلب الجهود بتتم وراء الكواليس ومن تحت الطاولة باستثناء الإعلان الرسمي لشركة OMV. طيب ما هي دلالة الإعلان الرسمي إذن في هذا السياق، خاصة وأنت تتحدث عن عمل يجري خلف الإعلام أو على الأقل يجري دون تسليط ضوء كبير عليه؟ هو يا أستاذ، إعادة تصدير البترول كان بإمكان تنفيذها من أول يوم استعادت فيها الشرعية ل 8% من مساحة الجمهورية الليبية. لكن في جهات وفي مستفيدين وأصحاب مصالح بيأثروا على القرار السياسي لتأخير إعادة إنتاج النفط وبالتالي تصديره. لذلك أنا لا أتصور أن الموضوع مش أكثر من لعبة سياسية أو حسابات لأطراف معينة. يعني هناك لكن في نقطة مدير الأمن والسلامة، وجود مدير الأمن والسلامة لهذه الشركة يعني أن هناك مخاوف أمنية كانت، وربما هذا الأمر يعني دراسة الوضع الأمني. هل فعلا بعد ما أمنت المحافظة إلى حد ما في شبوة هناك إمكانية لاستخراج النفط بشكل آمن واستمرار عمل هذه الشركات أم لا؟ بالتأكيد هو حيكون في صعوبات أمنية، لكن من الممكن التغلب عليها بسهولة طالما في قرار أو إرادة سياسية. لكن المشكلة مش في الموضوع الأمني، المشكلة في القرار السياسي. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عبد الواحد. بالعودة إليك دكتور محمد، أهلا بك مجددا. هذا يعني عودة استخراج النفط في الحقول النفطية وللشركات التي تملك هذه الامتيازات، برأيك دكتور هل هو قرار سياسي كما يتفضل بالقول أستاذ عبد الواحد العوبلي، أم أن فعلا إشكاليات الأمن هي من كانت تمنع حدوث كل ذلك إلى الآن؟ ما هي العوائق؟ يا سيدي خليني أوضح حاجة. بالنسبة لقضية الإنتاج في قطاعات شبوة، كل الإنتاج اللي كان موجود في قطاع شبوة وكان موجود في المناطق المحاذية لصافر ومنطقة جنة هند، وبالتالي كل الإنتاج كان يتم عن طريق تجميع تلك الإمكانيات في نقطة وضعات يوميا، ومن ثم أخذها ووضعها في مخازن صافر وتصديرها عن طريق خط الأنبوب التي المصافر عبر الزمان والحديدة رأس عيسى. الآن المنطقة هذه بالذات يعني وهي منطقة دبار للحديدة تقريبا مسيطر عليها الحكم، فأنا أسألك كيف سويت أول الإنتاج. ثانيا أنا أعتقد أنه ما طرح ما ذكر الأخ وجيه هو عبارة عن بروباجندا سياسية، الهدف منها أنه توصيل رسالات بأنه الشركة بدأت يعني تفكر في هذا الموضوع. أنا أقول لك الموضوع يعني لأنه إحنا نتكلم على موضوع استثماري واستثماري نفطي. ما يحصل في هذا الموضوع هو أنه الشركة أتت اليمن لكي تحدد وتقرر بدائها أو إثبات وجودها ك صاحب امتياز في منطقة OMV أو S2 لكي تقول أنا موجودة، ومتى ما بدأ الوضع الأمني فهذا الحاجة. لأن الشركة هي نفسها تحس أنه الآن طالما ذهب الشركات كبيرة وخرجت من اليمن، كان من حقها أن تعود إلى اليمن الجديدة تقول لها حكومة اليمن أنا موجودة وأنا لازلت يعني مهتمة بالقطاع، وعندما تسمحوا لنا عن الإنتاج سوف نعود الإنتاج. هذا كل ما في الوجود، لا يكذبوا على الناس ولا على الجمهور ولا على المواطنين. النفط الإنتاج من حبول شبوة هي كان في الأساس مرتبط بإنتاج حبول المغرب وجنة هند،
وبالتالي متى ما انت سافر ومتى ما تجد الناس ممكن يقول هناك ايضا احد من العملاء او الذي سوف تنتج، لانه حتى لو قلت لك لا تمتلك خطوط انتاج مباشره او خطوط اناجيل مباشره. ثانيا لماذا هذه المكتوبه الكبرى؟ انا اشتغل عليها انا واسس الاخوان، لماذا لم تتكلم الحكومه على سبيل المثال على انتاج المسيره؟ المسيره بالكامل لو خط انتاج خاص موجه يعني من المسيره الى يعني الشحن وبالتالي تم التصوير، لماذا لم نسمع عن هذا الموضوع؟ هل يسطر ام لا يسطر؟ ثانيا منطقه الشبوه كما هو معروف انه ما يسمى بالنخبه الشبوانيه تسيطر تقريبا على المناطق الشباب الكامل وبالتالي تحت سيطره يعني ايضا الامارات. الامارات هي صاحبه الدور الشهور في الملف اليمني. اذا بالعوده الى الكلام السياسي اعتقد انه انا ادرها من مملكه البراد من الحكومه وما عاد وصول الشركه هذا الا لتسويه وضعها والتاكيد على انها لا زالت موجوده. اما فيما يخص باستراتيجيه انتاج النفط او عائد انتاج النفط من الجمهوريه اليمنيه عموما فاعتقد انه هذا مرتبط ايضا بالتحالف، مرتبط ايضا بقدرات وخطه الشرعيه، لان الشرعيه لحد الان لا تستطيع او لا تمتلك القدرات الفنيه او القرار السياسي على عائله الانتاج، لان لو استطاعت الانتاج على سبيل المثال هناك امكانيات نفطيه موجوده سواء عن طريق بارد او عن طريق هذه المسيره، يعني يحقق لها تقريبا حوالي 170 الف الى 200 الف برميل نفط يوميا، سوف تعمل على يعني اخذ او اخراج الحكومه اليمنيه للضائقه الاقتصاديه والضائقه الماليه التي تعيش فيها، وايضا تحقق بعض الطفره الماليه بالنسبه للعمله الصعبه التي تبحث عنها الدوله في كل النواحي الاقتصاديه ومن ضمنها ايضا شراء مشتقات النفطيه، لكن المشكله انه قوى التحالف يعني ارغمت الحكومه اليمنيه على الدخول او الانضمام تحت مظله السيطره السياسية والاقتصادية، وبالتالي لن تستطيع حكومة بلدر أن تقوم بأي شيء. وأعتقد حتى تصريح الوزير اليوم احترامي الأخ الوزير أنه يعني من سوف تبدأ، أنا أتحدى يعني أنت الآن طلعت اليوم اللي جاء في يوم اليوم 19 من مارس، أنا أتحدى أعطينا اليوم الآن أعطينا إلى 19 مارس 2019 اتحداهم انه ينتجوا حتى برميل واحد، انت مستحيل هذا مستحيل، لانه يا عزيزي نحن في اليوم الان محكومون بقضيه سيطره التحالف السيطره الكامله الاقتصاديه والسياسيه على القرار وايضا على الفن في الميدان، وليس على القرار بس ولكن الفن في الميدان، بمعنى انه لا يمكن للشركه ان تعود وهناك الاوضاع الامنيه غير مستجده، كيف سوف تعود؟ كيف سوف يتم التصدير؟ وخصوصا بالذات اولدي لو قلت لي مثلا سافر او جنة انت الذي لم تكن خطوط على ابيب موجهه لراسي، لا ممكن ممكن يعني، اما هؤلاء هذا الان سوف يعمل على استجلاب يعني شاحنات وبرطورات يعبي الخام فيهم ثم يصل الى صافر الى نقطه التجميع ومن ثم يتم ضخهم في خطوط الانابيب، هذا كلام غير عملي وغير استدلالي. طيب دكتور ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا، اعود الى الاستاذ عبد الواحد العوبلي. استاذ عبد الواحد يعني عندما نتحدث الان على القطاع او حقل العقل النفطي في القطاع اس 2، ما هي طبيعه الخارطه النفطيه في شبوه حتى نفهم اكثر ونقدم للمشاهد اكثر صوره حول اماكن حقول النفط، وايضا عندما يكون هناك حقل نفط الى اين سيصدر هذا النفط او عبر ماذا؟ أستاذ عبد الواحد تسمعني؟ إذا يبدو أن هناك خلل في التواصل مع أستاذ عبد الواحد العوبلي، أعود إليك أستاذ عبد الواحد تسمعني؟ دكتور محمد أعود إليك، سأسألك ذات السؤال، في شبوة ما هي طبيعة خارطة الحقول النفطية والقطاعات النفطية هناك؟ وكيف ستصدر أي شحنات نفطية تخرج من شبوة؟ شباب النفط في منطقة شبوة مارب هي منقسم إلى جزئين، منطقة مارب والتي تشمل صافر جنة هند القطاع الرئيسي الكبرين، وأيضا هنا قطاعات صغيرة قطاعات شبوة التي كانت تشتغل فيها يعني في بداية التسعينات تم استكشافها،
ومن ضمنها حجر السيل وإشتو وعيادة ذر. هذا ما كلهم يعني عبارة عن حضورنا في صغرى تعتبر، لأن الكمية المستنتجة منها يعني الـ OMB تقريبا الماكسيمم الإنتاج، كمية الإنتاج أكبر كمية الإنتاج منها سوف تصل إلى 20,000 بالمئة اليوم. السوق هو تقريبا حوالي من 8 إلى 10,000. طبعا عيادة انتهى الإنتاج من السوق في أيام الأرز. وينتقل عليه حوالي 100 برميل اليوم، يعني أصبح منتهي. كان هناك في خط إنتاج أو أنبوب عملها الروس يعني في بداية التسعينات، ولكن ما انتهى خطها هذا وأصبح غير فعال. وأي إنتاج الآن من حدود شبوة إن لم يشتغل خط مارب صافر فلن ينتج ولا برميل واحد، إلا في حالة واحدة إنه يتم تعبية تلك الكميات من الخام على مبتورات وأخذها بالطريق البري إلى الموانئ البحر. هذه الطريقة الوحيدة التي ممكن يعني يتم التجاوز، يعني إذا ما استطاع من المنتج عن طريق صافر. طيب دكتور، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. دكتور أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، الأستاذ عبد الواحد عاد إلينا والمعذرة منك. أستاذ عبد الواحد، يعني الآن فهمنا ربما جزء من طبيعة شبكة الحقول في شبوة، ولكن الآن نتحدث عن الإشكاليات فيما يتعلق بالجانب الأمني. هل هناك مخاوف من أن بعض القطاعات أو بعض من يقوم بحماية القطاعات النفطية قد يتسبب بعلقلة الإنتاج؟ ما هي طبيعة الإشكاليات في هذه النقطة تحديداً؟ بالتأكيد زي ما بيحصل في قطاع صافر حالياً، إنه بعض الجهات اللي هي أصلاً مكلفة بحماية القطاع هي نفسها ما بتقوم بعرقلة جهود إعادة التصدير، وستقوم نفس الجهات بنفس الجهود أو بجهود مشابهة لعرقلة إعادة التصدير في قطاع العقلة OMB. لكن أرجع وأكرر إنه المشاكل الأمنية بإمكان حلها بقرار سياسي طيب ما الذي يمنع هذه المشاكل من أن تحل بالقرار السياسي؟ ما الذي يعرقل هذا القرار السياسي تحديدا؟ في مصالح ربما تكون متورطة فيها دول بعينها، أو حتى أحيانا بيكون في جهات قد يكون من مصلحتها عدم استئناف إنتاج البترول والغاز بسبب مصالح تتعلق بالفساد واستمرار إيرادات خارقة بهم ناتجة لسرقة ونهب النفط الخام. طيب تفضل بالبقاء معنا مرة أخرى أستاذ عبد الواحد. بالعودة إليك دكتور محمد، في الخبر المتعلق بهذه يعني ما نتحدث عنه اليوم، عودة OMV أو وجود طاقم منها، لم يتم ذكر المحافظ علي الحارثي، اللواء علي الحارثي. تم الحديث على وزير النفط والمعادن المهندس أوس العود ومدير عام مكتب النفط والمعادن بالمحافظة المهندس سعيد المردوم، وكذلك تعريج على قيادة السلطة المحلية. هل الاتهامات التي قام بها وزير النقل صالح الجبواني تجاه المحافظ الحارثي دفعت إلى يعني عدم تصدره لهكذا أحداث؟ شوف، عندما تم تأسيس ما يسمى بالنخبة الشبوانية، أكيد يعني المؤسس لهذا الميليشيات وضع في حسبانه أنه يسيطر السيطرة الفعلية الميدانية على الواقع السياسي ومن ثم الواقع الأمني للمحافظ. وخلق هذا الميليشيات ليس اعتباطا أو لمجرد تسميات محددة، وعلى هذا الأساس فهناك الآن شقين يعني يشتغلوا في شبوة. الشق الأول هو ما يمثل مثلا الحكومة الشرعية، الوزير والمحافظ. هناك الوزير يعني يحاول أن يستفيد من زيارة شركة OMV إلى المحافظة، ويوضح بأن هناك بداية إعادة شغل في موضوع الإنتاج النفطي. طبعا الخبر السياسي بكل ما تعني هالكلمة،
بينما القدرات الفعلية للتنفيذ خرع كذب ضحك على الدبور، لأنه كيف يمكن أن تنفذ أورا لوجيستيك؟ وزي ما شرحت لك أنا في البداية لوجيستيك مستحيل يجيش الطرورة بالملاحظة، أنا أتحدى ألف الطرور بالملاحظة. أما على المستوى السياسي والأمني كيف سوف تسطر وأنت لا تمتلك الإمكانيات التي تجعل من بطلات وجود الشركة التي تطبق لتطبق الشركة المرتبطة بالحكومة اليمنية؟ الحكومة اليمنية الآن لا تستطيع أن تعطي الشركة إمكانيات الوجود والحماية، لأن القوى الشبوانية مرتبطة أساساً بجهات أخرى وهي الإمارات العربية المتحدة. إذن أنا أتساءل، أسأل الوزير نفسه، لماذا يا أخي لا تقوم بذل الجبواني؟ لأن ما كان الجبواني أفضل ذلك البيان، لماذا لا يقول أمام الناس أنه إحنا بالعكس إحنا لا نستطيع أن نقوم بأي شيء طالما أنه الإمارة العربية المتحدة والممثلين ما يسمى بالنخبة الشبوانية هم المسيطرين ثانيا على القطاعات التي في جبوة، وبالتالي كيف يمكن أن تستيقظ؟ كيف يمكن أن يشتغلوا القوات النخبة الشبانية والسيطرة على المنطقة؟ هذا كل كلام أنا يعني لا يدخل على العقل أي واحد على بال أي واحد أنه يمكن العمل على هذا الطريق. يا أخي نعم الآن بكل صراحة نحن محتلون، فليسمعني الجميع، نحن محتلون بكل صراحة. أنا لا أنا أخوان ولا أنا مسلمين ولا أنا حاج، أنا بدي أستفيد هذا الكلام. نحن الآن يا سيدي نقولها بكل صراحة، الإمارات العربية المتحدة تحت اليمن، ملف اليمن الذي كان لدى السعودية السلمة بالكامل من محمد بن سلمان إلى محمد بن زايد، محمد بن زايد الآن هو المتحكم وهو الآمر الناهي في الملف اليمني. من أراد أن يسمع هذا الكلام فليسمع، ومن الخبير النفطي دكتور محمد الزوبي، إذن شكرا على تواجدك معنا في هذه الحلقة. بالعودة إلى الأستاذ عبد الواحد العوبلي، أستاذ عبد الواحد، مشاكل يعني قطاع النفط ربما من أبرز المشاكل في اليمن، إذا ما تحدثنا عن الإنتاج وكيف يمكن أن يكون الإنتاج سببا لدعم المناطق المحررة ودعم اقتصاد هذه المناطق. إذا ما جئنا على سبيل نطاق يعني نقاط سريعة، ما الذي يمكن أن يحل المشاكل في هذا القطاع النفط أو الاقتصاد؟ طيب، هو عموما عشان بس نستعرض الجهود اللي قد حصلت لحد الآن في سبيل إعادة إنتاج النفط، في أنبوب تقريبا جاهز بيمتد من قطاع 4 اللي كان تحت إدارة شركة النمر بتروليوم، وهذا القطاع تحت إدارة وزارة النفط حاليا. هذا الأنبوب يمتد من قطاع 4 حتى قطاع بترومسيلة، ومن بترومسيلة بيتم الضخ إلى الصبة. ففي أنبوب تقريبا جاهز للضخ لاستئناف عمليات إنتاج النفط. ففنيا من هذه الناحية الأمور ممكن نقول عليها جيدة، لكن في عندنا مشاكل ثانية اللي هي ممكن نصنفها كفنية، اللي هي استعادة إنتاج OMV السابق اللي كان بيوصل تقريبا لحوالي 20,000 برميل يوميا، إلا أنه بعد توقف الإنتاج تسبب طبعا هذا التوقف في نضوب كثير من الآبار وتعطل مجموعة أخرى. وما أتصورش أنا في أحسن الأحوال لو حبينا نكون سائلين أنه سيستطيعوا استعادة 7,000 برميل يوميا يمكن على المدى المتوسط. هذا بخلاف طبعا التكلفة العالية اللي حتفرضها شركة OMV لتغطية تكاليف إعادة التشغيل والتكاليف الأمنية. أشكرك إذن أستاذ عبد الواحد العوبلي الناشط في مجال النفط، كنت معنا عبر الهاتف من ماليزيا. وبطبيعة الحال الملف والحديث في هذا الملف يطول بشكل كبير، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزميل ماهر أبو المجد وجميع الأفراد في طاقم العمل الفني. دمتم بخير، في أمان الله.